والآن مع فقرة علشانك يا بلدي. الأول نتكلم على تأسيس بيت العائلة المصرية. هي هيئة معتمدة تابعة لمجلس أسر الوزراء بقرار 1279 لسنة 2011، فكرة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ جامع الأزهر مع البابا الشنودة المتنيح، ويلي كمل المسيرة قدس البابا توادرس. بيت العائلة في ربع محافظات مصر، ونتكلم النهاردة وله مجلس تنفيذي على مستوى الجمهورية وكلها قامات وهامات. النهاردة احنا هنتكلم على محافظة الأقصر، اللي بيرأس بيت العائلة في محافظة الأقصر فضيلة الشيخ محمد الطيب رئيس بيت العائلة. الأنبا يوساب نائب الرئيس ده المجلس التنفيذي لمحافظة الأقصر. الأمين العام الشيخ محمد الرملي حسين، الأمين المساعد القس المنيوس، المنسق العام لبيت العائلة أخوكم ضياء الهمامي. طيب احنا نتكلم على تشكيل بيت العائلة. بيت العائلة له عدة لجان وأنشطة كثيرة، أما من ضمنها لجنة التعليم، لجنة الخطاب الديني، لجنة الثقافة الأسرية، لجنة الطوارئ التنفيذية، ونتوقف عندها قليلا. الطوارئ التنفيذية من اللجان المهمة اللي هي تجمع بين العمد والمشايخ والقساوسة، اللي هي بتحل معانا المشاكل لا قدر الله لو في خلافات بسيطة أو كبيرة بين المسلمين والمسيحيين، بين المسيحيين والمسيحيين مع بعض دايما. حتى الآن في مصالحة حاليا شغالة في محافظة الأقصر يوميا باستمرار. احنا لجنة نشيطة ولجنة مهمة جدا. معانا برضو لجنة الشباب ولهم مجهود كبير، متمسكين مع جميع اللجان، يعني في كل لجنة تلاقي لجنة الشباب متواجدة معهم تنظيميا. معانا لجنة الإعلام، وهي طبعا لها الباع الكبير لإظهار بيت العائلة ولإظهار أنشطته. احنا دايما لو تكلمنا كبيت عائلة الدورات التثقيفية، نتكلم على القوافل التوعوية داخل المحافظة وخارجها، نتكلم على الدورات التدريبية، نتكلم على المشاركة المجتمعية مع الصحة، مع الشباب والرياضة، مع التربية والتعليم. دي كلها أنشطة دايما يوميا في بيت العائلة المصرية. طبعا أنا يعني اللجان عشان بحصرها وممكن أنسى لجنة الثقافة الأسرية لها دور كبير جدا بصراحة. يعني احنا معانا اعضاء بيت العائلة من اصغر شبل في بيت العائلة لاكبر قامة، كلهم بسم الله ما شاء الله. يعني انا من خلال البرنامج النهاردة بشكرهم، لان كلهم الجهود بتقوم عليهم، هم الجهود اللي بتبذل في بيت العائلة من خلال اعضاء بيت العائلة لهم مجهود كبير. واحنا كلنا عارفين بيت العائلة عمل تطوعي بحت، يعني الناس دي بتشتغل بقلب وبتشتغل بدون مقابل، بل بالعكس بتاخد من وقتها، بتاخد من مجهودها. يعني فاحنا من خلال البرنامج بنشكرهم طبعا، ونقول لهم احنا نأمل في المزيد والمزيد. عاوزين بيت العائلة بيكم يكبر، وبيت العائلة يكمل المسيرة ان شاء الله على مستوى الجمهورية، عشان الحفاظ على مصرنا الحبيبة والحفاظ على شبابنا وعلى الهوية المصرية. وانت ماشي في مصر سيد، علي ربا وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوي. We'll be right back.
عاللي بتربي ابنها من صغره يكبر يبقى راجل عالبناء والبنائين والخضار والفلاحين والإيدين الشقيانين لف بعيونك وشاور انزل امشي في الشوارع زور كنيسة ودير وجامع اللي شاف غير اللي سامع مصر ساحر مالكش آخر عالبناء والبنائين والخضار والفلاحين والإيدين الشقيانين لف بعيونك وشاور انزل امشي في الشوارع زور كنيسة ودير وجامع اللي شاف غير اللي سامع مصر سحر مالوش آخر مصر سحر مالوش آخر. بيت العائلة في محافظة الأقصر له طابع خاص، يعني احنا في محافظة الأقصر ما تعرفش تفرق بين المسيح والمسلم، المسيح والمسلم يد واحدة بتلاقيهم. وكان في برنامج من 3 سنين ألماني، فيلم ألماني بيتعمل، وأصروا إن هم عاوزين يلتقوا بيت العائلة، فهم جم في مقر بيت العائلة، والمقر بيت العائلة له مقرين، مقر في ساحة الشيخ الطيب المكتبة مكتب بيت العائلة، والمقر الثاني في معبد الحرمين الشريفين قدام كنيسة. فلما جاء المخرج عمل لقاء معانا بيشوف يقول انا يعني شفت هنا ما عرفش افرق بين ايه اللي قال له الشيخ الرملي، يعني بكل بساطه تعالى ادي الكنيسه وادي الازهر في وش بعض، تعالى البشره كلها واحده كمسلم ومسيحي. احنا دايما بنتعمد لو احنا في لقاء او في مكان خارجي في الشارع لازم نمشي مع بعض. يعني لسه من يومين كان معايا القس ارمنيوس وكنا في مصالحه في احد شوارع الاقصر، واحنا وراجعين اصرين نمشي مشي انا وهو عشان الناس حتى تشوف المواطنه الحقيقيه، مش كلمه ولكن المواطنه الحقيقيه في الفعل في الشارع. لازم اللي يشوفك يعرف ان فعلا نوصل للشارع، نوصل للشباب، نوصل لناسنا في البيت ان هو ده بيت العائله المصريه. افدنا طبعا بحاجات كتيره ان احنا بيت العائله المصريه من زمان ده، احنا حتى عندنا في القرى والنجوع والمراكز بتلاقي في الحالات الاجتماعيه زي حالات العزاء او الافراح بتلاقي الاماكن واحده، يعني ممكن يكون ديوان عائله مسلمه بيقام فيه عزاء مسيحي 3 ايام. وهي دي المواطنه الحقيقيه اللي احنا بنتكلم عليها، ان احنا مش في عمل واحد كعمل مجتمعي ان احنا نكون في بيت العائله، ما بعد العمل ان احنا نكون اسره واحده فعلا، ان احنا نتزور مع بعض، ان احنا نكون جنب بعض، ان احنا في اي محنه او في اي شيء كويس نكون موجودين بنآزر بعض فيه. هي دي المواطنه فعلا الحقيقيه. وان شاء الله احنا نأمل ان يكون مصر كلها بيت عائله، مصر كلها بيت واحد، ما فيش فرق بين مسلم او مسيحي. وهو ده فعلا اللي بتقوم عليه المؤسسات الحكوميه والدوله والمؤسسات المجتمع المدني، ان احنا كلنا ايد واحده، وان شاء الله دايما هنبقى ايد واحده ومحدش هيفرقنا من بعض. مصر بحر وسما،
مشاهدينا أهلا بيكم وفقرة دعوة إلى الحياة. مصطفى خالد الحجاجي، منسق العام لمبادرة أكسر عجزك لمحافظة الأقصر. أنا 22 سنة، بكالوريوس تجارة جامعة جنوب الوادي. أنا اشتغلت في أكسر عجزك بقالي سنة ونص تقريبا. كنت اشتغلت أول حاجة كنت داخل منسق إعلام، بعدها أثبت يعني مستر ياسر اداني الموضوع اني ابقى منسق عام لمحافظه الاقصر. احنا هنتكلم على مبادره اكسر عجزك حقق حلمك ابن بلدك. احنا مبادره مجتمعيه تنمويه تاهيليه مجتمعيه، اننا بنشارك في العمل المجتمعي من خلال اننا بننزل تدريبات ومؤتمرات وحملات من خلال بنشارك فيها اعضاء المبادره، بنقوم بالجانب التنظيمي والتنسيق ومكافحه العدوى. من الجانب بقى التاهيلي اننا بنعمل تدريبات للشباب وكل فئات المجتمع يعني بشكل عام، بنقوم بتدريبات خاصه بهم وبنأهلهم لكافه المجالات في المجتمع يعني. ثالثا من الجانب التنموي، احنا بنشتغل على الجانب التنموي بشكل كبير، وهدفنا اننا نشتغل في جانب الصناعات التشغيلية للشباب. والفترة الجاية بإذن الله هنعمل ورش عمل عن تصميم ديزاينات الملابس عشان الشباب يستفادوا ويطلعوا طاقتهم وقدراتهم في حاجة مفيدة تفيدهم معنويا وماديا بإذن الله. كل الناس حيغنوا بلادي وحتعيش مصر، انا فرحان دايما ببلادي ولاد مصر. كل الناس حيغنوا بلادي حتعيش مصر، انا فرحان دايما ببلادي ولاد مصر. مصر الام اللي تسميني تاخد بإيديا تعديني، مصر الأم اللي تسميني تاخد بإيديا تعديني. اسمها هو اللي بيشفيني والدوا مصر المحروسة غالية عليا، نيلها بيرقص جوا عينيا. المحروسة غالية عليا، نيلها بيرقص جوا عينيا. طيبة ناسها والحنية اسمها مصر. السياحة قدمت الفكرة لمستر ياسر قبل كده. أنا عن نفسي بصور فيديوهات خاصة بال ترويج للسياحة في الأقصر هنا. نزلت صورت وقلت للمستر ياسر أنا عايز أشتغل على فكرة أني أنزل مثلا المعابد وأشرح للناس الحاجات بتاعت المعابد وكده من خلال الفيديو، وفي حد بيشرحهم من كلية آثار يشرح لهم كل جزء عن المعابد والمتاحف اللي في الأقصر، بدل ما يروح يدوروا على مكاتب أو كده، والموضوع ده صعب جدا. وأنا نفسي لما كنت بدور على نقاط أو حاجات في الآثار والسياحة كنت بتعب جدا في الموضوع ده. I dream a world where no one hates a whole.
depósito mi alor. Dove si vive per l'amore che riempie il tempo di colore. Любіть і жити, що дається звичайно нам. نحن بالدنيا اللي عيش فيها ناس في سلام. ناس كيف يفكروا في المستقبل يشوفوا القدام. الحلم بيلمع بعيونهم مو فرق لونهم ولا دينهم. سابلين كل اختلافات ومعيشين مع بعض. مبدئيا انا دعاء رمضان محمد امين اتحاد طلاب مدارس الاقصر وعضو في مكتب تنفيذي اتحاد طلاب مدارس الجمهوريه والمتحدث الاعلامي لمبادره اكسر عجزك. مبدئيا المبادره زي ما مصطفى قال وكلامه مش هيقل اي اهميه عن كلامي، المبادره مبادره تاهيليه. المبادره هدفها كله هو الشباب بشكل عام من كل الفئات العمريه اللي موجوده بما تقدمه من فعاليات وتدريبات واي حاجه بتقدمها. تمام، لو جينا لجزء التدريبات، احنا المبادره في كل تدريب صيفي بيبقى التدريب مختلف عن التدريب اللي قبله. احنا بالفعل حاليا شغالين في تدريب الامن السيبراني، وده طبعا بيشمل الفئات العمريه المختلفه الموجوده عندنا في المحافظه على حسب المجموعات اللي متقسمه. تمام، في بقى حاجات ناويين نشتغل عليها الفتره اللي جايه، وهي منها طبعا تصميم الملابس، وفي برضو ان احنا دايما مركزين على رؤية 2030 الخاصة برئيس الجمهورية، ودي حاجة حلوة. وكمان ناويين نشتغل الفترة اللي جاية على ذوي الهمم، برضو ذوي القدرات الخاصة، يعني عندهم مواهب اللهم بارك تستحق انها تبان وتستحق انها حقيقي تبقى موجودة يعني في كل نموذج. طبعا نماذج يحتذى بها في كل مكان. المبادرة بشكل عام زي ما قلت لحضرتك بتشمل كل فئات المجتمع، كمان انها بتقتصر حاليا على المجتمع الاقصري. فيما بعد ان شاء الله باذن الله ناويين بقى نروح اسوان، يبقى لنا برضو كيان هناك. احنا بالفعل لينا كيان فئنا منضم معانا تبع المبادرة، بس ناويين نكبر الكيان بتاعنا بحيث المبادرة تبقى بدل ما هي في المجتمع الاقصري تكبر شوية وتبقى على مستوى الجمهورية، وان شاء الله خير باذن الله. مشربتش من لها طب جربت تغني لها، جربت في عز ما تحزن تمشي بشوارعها وتشكي لها. ما مشيتش بضواحيها طيب ما كبرتش فيه، ولا لك صورة على الرملة كانت عشت تبنعني. دور جواها هي الصحبة وهي لها عشرة بلد بتبقى فيش بعديها. إن غبت بحن لها وانسى الدنيا واجيلها، وإن جيت انسى تفكرني بمليون ذكرى القلب شايلها. كمان مش هننسى دور مكتبة مصر العامة، بتبقى دايما موجودة في ظهرنا عند أي فعالية أو أي إيفنت أو أي تدريب بيحصل، الأبواب بتتفتح لينا. طبعا نشكر أستاذ محمد عباس سلامة، يعني ربنا يديله الصحة وطولة العمر، دايما في ظهرنا وبيساعدنا في كل حاجة، بجانب طبعا باقي المؤسسات اللي موجودة في مصر عموما برضو ليها دور وبتحاول إنها تنمي معانا. وعشان كده المبادرة بإذن الله الفترة اللي جاية هيبقى ليها شغل كبير جدا، وبإذن الله يعني منتظرين حاجات أكبر وأكبر. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي.
مشاهدينا، وفي نهاية حلقتنا تابعوا معانا كل ما هو جديد من محافظة الأقصر وبرنامج بلد الأقصر، وإلى اللقاء في حلقات جديدة إن شاء الله.